عطف وزندقة وفسق فجر ومحبة للآل يا إخوان قاموا بتحريف الكتاب وعرفوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قال الشيعة. مش عارف، أنا حاسس إن الجو حر، أو جايز يكون فعلا الجو حر. أه فعلا الجو هنا حر جدا، الواحد بيعرق كتير، بس أنا قدرتي على العرق قد إيه؟ ممكن أعرق كم نقطة يعني، تتخيلوا كم نقطة؟ يعني نقطة، 2، 3، 10، 1000، مش عارف. بس في ناس بتعرق بال 124 ألف نقطة، سبحان الله. طلعوا كده من البحر، يبقى في بحر، وبعدين يطلع منه يعرق 124 ألف نقطة. عرقوا كتير قوي ده، سبحان الله. لكن ما تستغربوش حاجة على الشيعة ولا على علماء الشيعة. نسمع بقى قصة العرق دي إيه ونعلق عليها. الأنبياء أصلهم من رسول الله، والرواية اللي موجودة في كتب علماء الإمامية أن الرسول الأعظم سبح الله في البحور الاثنى عشر 80,000 سنة، فلما سبح الله في تلك البحور قطر من بدن رسول الله 124,000 نقطة من العرق، خلق الله بكل نقطة نبيا من الأنبياء بكل. طبعا ده كلام جميل جدا، سامعين الأخ ده بيقول إيه؟ بيقول إن طبعا هو ده رقم 124,000، طبعا لا يصح لانه القران نفسه ما ذكرش كل الانبياء، ذكر 25 فقط. بس هو قال ايه؟ ان الرسول قاعد يسبح. طبعا شوف الاساطير، عارفين الف ليله وليله، الف ليله وليله وبحر الظلمات وشمهورش وكهلان والحاجات الغريبه دي، هو دول علماء الشيعة. انه قاعد في بحار مش عارف ايه 12,000 سنه، سبح 80,000 تسبيحه، ولما طلع من البحر، من الميه، اول ما طلع عرق 124,000 نقطه، ومن كل نقطه من دول خلق نبي من الانبياء. ده كلام جميل جدا، الكلام ده تحكيه لابنك مثلا قبل ما ينام ولا حاجة، لكن ما تتخذش منه دين. الدجل ده معارض تماما للقرآن الكريم. المشكلة مش في الدجالين دول، المشكلة في الناس اللي قاعدة تسمع. يعني انتوا ما قرأتش القرآن أبدا؟ ما فيش مرة كده من المرات قرأت القرآن وشفت قصة بدء الخلق؟ الراجل بيقول، هو عايز طبعا يغالف النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول إن الأنبياء خلقوا من العرق. طيب أنا هنقول بس قصة بسيطة خالص لخلق لبدء الخلق. في سورة صاد، اللي عنده القرآن يفتح كده ويشوف آخر سورة صاد. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. فين العرق بقى دلوقتي؟ ما فيش عرق. إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. المهم الخلاصة، كليات القرآن بتتكلم عن إن البشر مخلوقين من طين، سيدنا آدم من طين. نصدق إحنا بقى قصة الطين ده، إن الإنسان مخلوق من طين، ولا نصدق موضوع العرق؟ بلاش. دي أوضح من كده في قصة سيدنا عيسى في سورة آل عمران. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خلقه من إيه؟ من تراب. طيب يبقى الرجل اللي بيقول العرق ده معناه إيه؟ معناه إنه كذاب ودجال وجاهل ولم يقرأ كتاب الله. لو أحسننا الظن فيه جدا هنقول الرجل ده ما قرأش كتاب الله أبدا. أنا عايز كل واحد شيعي من اللي سمعوا القصص دي يكون منصف بينه وبين نفسه، يقول الكلام ده يا اخوانا يعني لهذا الحد انحطت العقول؟ مش ممكن والله يا اخوانا، مش ممكن، كارثة. وبعدين الواحد قد يصدق انه في ناس بتنخدع من هذا الكلام. يعني مثلا أنا عارف دلوقتي إن في شيعة سمعوا الكلام ده هقولوا فعلا الراجل ده فضحنا، إيه القصص دي؟ واحد يطلع يقول 124,000 نقطة عرق والكلام ده. الناس الكبار في السن ممكن يسمع، يستوعب، يفهم، يرد، يشوف المعمم ده كذب، دجل، الكلام اللي قاله ده غلط، يروح يراجع، كل ده ممكن ومتصور بالنسبة للناس الكبار في السن. لكن المشكلة كلها في الأطفال. لما تقعد طفل وتجلسه وتقعد يا ابني يا حبيبي اقعد اتفرج، هفرجك على قناة دينية، قناة هتعرض لك كرتون ديني، حاجات جميلة. الصور اللي القناة الفضائية الدينية دي هتعرضها، أو الكرتون ده، أو أي قصة هتحطها للطفل ده، وخصوصا وهو في سنين عمره الاولى، هتنطبع الصور في ذهنه لا يمكن ابدا تزيلها. اي صور هيشوفها مش هتضيع ابدا من عنده. بالاضافه كمان لايه؟ الثقه. يعني هو والدي او والدتي، ابويا او امي، وهو بيقعدني كده ويقول لي اتفرج يا حبيبي على قناه المنار. كناش عايزين نقول قناه المنار، يلا بقى زي بعضه، طالما ذكرنا اسم قناه المنار اصبحنا مضطرين نعرض الفيديو اللي جاي ده، نسمعه ونعلق ان شاء الله. جعلت عمر أحدكما أطول من الآخر.
صحيح أخوانا والله، ليس بعد الكفر ذنب، ليس بعد الكفر ذنب. عارفين في المسلسلات العربية القديمة كانوا دايما لما يجوا يقولوا ايه، عايزين هنجيب شخص الرسول وواحد يتكلم، تلاقي ممثل كده طالع يقول لك وقال الرسول او ويقول الله، لكن ان المسألة تنحط بقناة المنار الى هذا الحد، هذا شرك ليس بعده شرك. انك تجيب صوت في كرتون الاطفال، كرتون اسمه حيدرة، وانا والله يعني لولا ان احنا تورطنا دلوقتي احنا بنتكلم احنا كناش هنعرض الكلام ده، لكن احنا مضطرين ان احنا نوضح دين هؤلاء. انا عايز اسال حسن نصر الله سؤال، الصوت اللي احنا سمعناه دلوقتي في الكرتون ده صوت الهك؟ عذرا، ده صوت الله؟ الصوت اللي احنا سمعناه دلوقتي اللي انت جبته، حتى ما قلتش قال الله ولا غيره، لا لا لا، ده انت جايب قصه كرتون، كرتون ده بدايته هنتكلم عن بدايته كمان، لكن الواقعه دي جبريل وميكائيل واطفال صغيره بتسمع شعله النور دي، جبريل وشعله النور ده ميكائيل، وبيتخانقوا مع بعض، ملائكة بيعصوا بعض، وكل واحد يقول له يا رب ده اطول عمر انا شويه وبلاش فلان. جميل، فيقوم ربنا استغفر الله العظيم وناقل الكفر ليس بكافر. هو الصوت اللي سمعناه ده صوت مين؟ ده صوت ربنا ولا مش صوته؟ لو قلت ان ده صوت ربنا فانت كذبت على الله سبحانه وتعالى وانت كافر، لان هذا استهزاء بالخالق سبحانه وتعالى، وهذا ليس مستغربا على معمم الشيعة، قوم ينقلون دينهم كله من اليهود، استهزاء بالخالق الى اشد درجه ممكنه. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ لهذا الحد الله سبحانه وتعالى ليس له دور في حياتكم؟ يعني انا مش قادر اتخيل ازاي عوام الشيعة حتى لما يشوف، والله اخواننا الواحد اول مره شفت الفيديو ده حسيت ان جسمي بلغه مصري جسمي شال كده، مش ممكن لهذا الحد تجيب واحد، تجيب صوت ربنا وتجيب الملائكه وهم بيتخانقوا مع بعض وتعرض الكلام ده على اطفال؟ طب هو الطفل اللي بيتفرج ده، الطفل اللي بيتفرج ده هيفضل طول عمره كل ما يقرا القران يتخيل صوت الخالق معاذ الله يعني بنفس الصوت اللي سمعه. بداية الفيديو بقى نكتة بس عشان كان فيها موسيقى كتير والكلام ده ما قدرناش نعرضها، يعني انه جبريل بيكلم الرسول، وطبعا جابوا الرسول في الكرتون ده وهو بيتكلم برضه، فجايبين الرسول وجبريل بيكلمه ان قريش اجتمعت في دار الندوة وحيقتلوك، فنعمل ايه؟ انده علي بن ابي طالب. فعلي بن ابي طالب جاي يجري، والكلام جميل جدا، قصة حلوة قوي حقيقي يعني جميلة، وعلي بن ابي طالب في الكرتون بيكلم الرسول بيقول له يعني انت عايزني اقعد مكانك وده انت هتأمن كده؟ طيب خلاص جميل. هو طبعا الشيعة هم بيعرضوا المسألة دي عاوزين ايه؟ عايزين يمجدوا علي بن ابي طالب، لكن بهذا الشكل هم اساءوا ليه. طب اساءوا ليه ازاي؟ علي بن ابي طالب نام في فراش النبي، متفقين تماما على هذه المسألة، كان يعرف وقت يعني لما راح ينام علي بن ابي طالب كان يعلم الغيب ولا ما يعلموش؟ عندنا احنا عند اهل السنة انه لا يعلم الغيب، لهذا لما نام في فراش النبي فعلا منقبة غير عادية، لكن لو كان يعلم الغيب ايه اللي في كده اعجاز؟ ما هو لما راح ينام مكان الرسول عليه الصلاة والسلام كان عارف انه حيموت بعد كده باربعين سنة، كان عارف انه هو قدامه 40 سنة ويموت، ايه الفضيلة في كده؟ ده انتوا عارفين يا اخوانا الائمة اللي بيعلموا الغيب ده يعني ايه؟ يعني انسان آلي ماشي كده عارف هيطلع من الباب هيقابل فلان، هيمشي خطوتين هيجي فلان يقول لي كذا، عارف كل حاجة عنده محسوبة بالسنتي، حتى ما فيش أي رياكشن عنده، يعني حتى لو حد حدفه بحاجة مش لا هو عارف إن هتجيله زلطة مش عارف منين، فيعني كل حاجة عنده محبوكة. فبالكرتون ده أنت بتثبت إن علي بن أبي طالب ملوش أي فضيلة، لكن والله يا إخوانا كارثة اللي حصل في قناة المنار ده، عار على كل الشيعة إن حسن نصر الله يسمح إنه يمثل صوت الله سبحانه وتعالى، والله كارثة. ودي ما فيش فيها أعذار، ليس فيها عذر، الله سبحانه وتعالى في الأحوال اللي زي دي ما فيش فيها عذر. ابعد يا عم عن الخالق سبحانه وتعالى، عايز تعمل كرتون اعمل كرتون، اعملوا الأئمة، اعملوا الفيل اللي بيطير، اللي مش عارف الديك الأبيض الديك الأحمر، اعملوا الحاجات دي، حاجات جميلة جدا. ابعد عن ربنا سبحانه وتعالى وعن الرسول يا عم، وبعد كده زيط الدنيا زي ما انتم زيطينها، لكن انك انت تجيب ربنا سبحانه وتعالى وتمثله وتجيب واحد يقلد يقول صوت وكأنه صوت الخالق سبحانه وتعالى. وبعدين انا مش عارف من امتى ربنا بيتكلم عند الشيعة، على فكرة الشيعة عندهم ربنا ما بيتكلمش، لكن عند حسن نصر الله خلاص ربنا بقى بيتكلم عشان الكرتون وعشان يخدع الأطفال. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، استغفر الله العظيم، يقول الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. معلش والله احنا كنا بنهزر، يعني ده كرتون، ده لعبة أطفال، يعني ده احنا بنهزر، لا دي ما فيش فيها هزار. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. طب إيه القرار بقى؟ إيه الحكم؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة
بأنهم كانوا مجرمين. المسألة في منتهى البساطة، لا يمكن أبدا أن ينحط العقل الشيعي إلى هذا الحد. المفترض يعني أنه الشيعة إخوانا، أنتوا أنا مش قادر أفهم يا إخوانا، ربنا سبحانه وتعالى، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضاته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله ربنا ده ملوش أي تأثير عندكم، كما أن القرآن ملوش تأثير. يعني ربنا لما يقول في القرآن الكريم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لكن الشيعة شايفينه محرف. ربهم اللي بيعبدوه، إيه المشكلة يعني؟ إيه المشكلة؟ الدنيا ما تهدتش لما جابوا واحد يمثل ربنا ويجيبوا واحد يمثل الرسول، إيه القضية؟ عادي جدا، عادي. هؤلاء لأن عبد الله بن سبأ هو الذي أسس دينكم، ودي مسألة يعني مسألة ما تخجلوش منها، دي الحقيقة، إن عبد الله بن سبأ اليهودي هو الذي أسس هذا الدين. لهذا في كل جحور هذا الدين وفي كل كتبه ترى التشيع مختلط تماما باليهودية. اليهود فعلا كانوا بيعبدوا الله، يعبدوا الله يعني إيه؟ يوحدون الله، شايفين إن هو إله واحد صحيح، لكنهم لا يفتؤون يسبون الله، ما بيبطلوش طول النهار وطول الليل يسبون الله، حتى كانوا يقتلوا الأنبياء، كانوا بيقتلوا الأنبياء بتوعهم. المهم يقولوا ربنا فقير، إن الله فقير ونحن أغنياء. شفتوا أخوانا، هو ده المستوى اللي أنتوا عايزين توصلوا له؟ هو ده المستوى اللي الشيعة عايزين يبقوا فيه؟ إنه خلاص كل يوم واحد يسب الخالق؟ هو ده الدين عندكم؟ تبقوا زي اليهود بالظبط؟ إن الله فقير ونحن أغنياء؟ وبعد كده قالوا إيه؟ قالوا إن يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وبعدين قال لك إيه؟ طيب خلاص لعقولهم المفتحة، قال لك والله ربنا خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وجي في اليوم السابع تعب فاستراح، تعب في اليوم السابع فجلس ليستريح في اليوم السابع، عشان كده هم بيعظموا اليوم السابع. نزل القرآن قاطعا، ولقد خلقنا السماوات والأرض في 6 أيام وما مسنا من لغوب، احنا ما تعبناش، ما عندناش تعب، ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق. لكن هؤلاء القوم الشيعة يحقرون الخالق سبحانه وتعالى. والله انا مش عارف يعني علماء الشيعة ايه رأيهم، ازاي احنا نعلق على الفيديو ده؟ مش المفترض ان في مرجعيات دينية عندهم؟ انا عايز افهم دلوقتي، وانا اناشد كل مراجع الشيعة، وانا اعرف طبعا عقيدتهم، وطبعا انا مش هنخدع بتقيتهم، لكن انا اناشدهم حتى من باب ايه؟ من باب السياسة، يعني ان اخواننا لازم تطلعوا تعترضوا على الكلام ده، من باب حتى عشان ما يتفلتش منكم العوام، قول لهم هذا لا يجوز، ولا يجوز تمثيل الله والكلام ده. لكن مش مستغرب، انتوا عارفين في اجوبة الاستفتاءات لعلي خامنئي ايه؟ المرشد الاعلى للثورة، سئل في فتوى بسيطة بيقولوا له ايه رأيك، والفتوى موجودة واجوبة الاستفتاءات موجودة، ده المرشد الاعلى، ده اللي هو والمهدي بيرنوا على بعض، يعني كل واحد فيهم بيرن التاني ويدي التاني مزد والكلام ده، يعني ده سكته مفتوحة على طول، يعني بيقعد مع المهدي وحشيشاتي والقصص دي. بيقولوا في سؤال لعلي خامنئي، بيسألوه ماذا تقول في فرقة العلي إلهية، فرقة العلي إلهية اللي هي الفرقة بترى ان علي بن ابي طالب في بعض صفات الاله. فشوفوا بقى الفتوى بتاعت امام المسلمين، شوفوا الفتوى بتاعت خليفة المسلمين. قال والله طالما ان هم مش حاطين علي بن ابي طالب في نفس درجة الخالق، يبقى لا يجوز ان احنا نكفرهم، يعني لو خلوه النائب بتاع ربنا، استغفر الله العظيم يا رب، انه يعني فيه شوية ألوهية، ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة؟ ادي خليفة المسلمين، ادي ولي الفقيه، فده مش مستغرب اذا كان ده رأس القوم، اذا كان هذا رأسهم، فما بال الاخرين؟ وقديما قالوا لا يكذب المرء الا من مهانته او عادة السوء او من قلة الادب. ومعمم الشيعة ومن سمح بالكرتون ده لان يدخل بيوت الناس وان الاطفال تتفرج عليه، اجتمعت فيه كل هذه الصفات. دائما ينتهي وقتنا سريعا، لكن دائما لا نقول وداعا، وإنما نقول إلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.